دابا يعني من طبيعه الحال الانسان يقدر يفكر مستقبلا انه يترقى يعني من منصب لمنصب، ما كاينش شكون اللي ما شكون اللي غيكره انه مثلا يكون استاذ جامعي ولا هذا. ولكن كما قلت لك ما كانش يعني الدراسه انني نكمل الدراسه ديالي كان يعني هذا الشيء بين عينيا نهائيا، فمن اجل انني نكتسب يعني واحد الثقافه اللي هي جديده ونزيد نوعي راسي وصافي هذا الشيء اللي كاين. لا 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 الحمد لله نهائيا نهائيا بتاتا ما عنديش الحمد لله اي مشكل الحمد لله نهائيا. لا لا ما كاينش كاع داكشي اللي ممكن تيماجيني ولا تفكري فيه ما كاينش. شحال هادي فاش تلاقينا؟ لا الحمد لله تيسرت الامور وهذا وتفعلت القناه. الارباح من طبيعه الحال كاينين ارباح، لان ما كاينش شي حاجه كما كنقولوا يعني واحد يعني واحد الخدمه الانسان كيديرها ما كاينش ليها مقابل. من طبيعه الحال كاينين ارباح اللي هي جد جد محترمه، وراه هذا الدليل على ان الارباح كاينه هو القنوات كثروا بزاف، يعني الانسان بدا كيعرف ان راه كاين واحد الدخل اللي هو زوين بزاف من اليوتيوب، دونك الانسان كيطونتي لا شونس وصافي والارزاق بيد الله. اش غادي نقول لك انا هادشي كما كنقولوا الانسان ما كيعلمش الغايب، يعني ما عارفاش من هنا لقدام شنو غادي يكون، ولكن بطبيعه الحال الانسان راه كيطمح دائما انه يعني ينتقل يعني من الحسن للاحسن، شي حاجه طبيعيه ما كاينش اللي غادي تقولي ليه نحطوك في واحد لا سيتوياسيون اللي تكون الظروف ديالها افضل وغايقول لك لا. كوني متاكده غيكون حمق. اش غادي نقول لك؟ شوفي بعدا واحد القضيه بالنسبه للعناوين، الناس اللي كاينين في اليوتيوب كيعرفوا ان العناوين ماشي يعني دائما كتكون عندها واحد العلاقه مع يعني واحد لو كونتكست ديال الفيديو، فبطبيعه الحال كتحاولي انك تلقاي واحد العنوان اللي ممكن يثير يعني المتتبعين ويخليهم يدخل يشوفوا. بالعكس بغيت نوجه واحد الرساله لبزاف ديال البنات، الهام كانوا فعلا بكل صراحه كانوا الناس كيسولوني بزاف سواء في الانستغرام سواء في لي كومونتير ما كنشوفوش ماما كتخرجيها بزاف ما كتشريش ليها بحال اختك، دونك انا اغتنمت الفرصه في هذا لا فيديو اللي كنت مخرجاها فقلت لهم انا ما عنديش مشكل نهائيا بحكم ان الام ديالي كتبقى مع اختي كتساعدها في البنات ديالها كديبلاصي بزاف راكم عارفين بحكم الخدمه، دونك هادشي اللي كاين ما كاينش نهائيا حساسيه ولا مشكل بيني واختي بين اختي وما عمره يكون الحمد لله. واش غادي نقول لك بعدا؟ انا اصلا ضد هذه الفكره هذه ديال المراه اللي يعني كتجلس وما كنسميهاش جالسه، لان اتونسيون راه الدار الاعباء ديال البيت راه ماشي سهله نهائيا، حتى هذيك ربه بيت راه بالنسبه ليا حتى هي راه واحد الوظيفه اللي كبيره بزاف باش انك تقابلي وليداتك وتقابلي الشغل ديال الدار وتقابلي الزوج ديالك وترضي هذا وهذا. بالعكس نقدر نقول لك ان المراه اللي كتخدم برا ف كتكون كما كنقولوا شويه مسولجيه على المرأة اللي كتكون في الدار، الضغوطات ديال ربة البيت أكثر من المرأة العاملة بكل صدق. يعني بالنسبة لي أنا ربة بيت حتى هي راها كدير واحد المجهود كبير باش إن شاء الله تشوف وليداتها في أعلى المراتب وكل شيء راضي وفرحان. ما تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.